اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ارحمنا واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في سوريا، وفي يمن، وفي عراق، وفي فلسطين، وفي فلسطين، وفي ميانمار، وفي أفغانستان، وفي أفغانستان، وفي تركيا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في إندونيسيا. اللهم
في إندونيسيا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في إندونيسيا. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم، يا حي يا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا، وارحمهما كما ربيانا صغارا، وارحمهما كما ربيانا صغارا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.